مقر النجف الدولي إحدى أكبر ملفات الفساد غموضا في العراق. 115 مليار دينار كانت الكلفة الأولية لبناء هذا المنفذ الجوي. مشاكل عديدة رافق عمر هذا المطار، تمخض عنها سيطرة محكمة من قبل الأحزاب على هذه المنشأة الاقتصادية الكبيرة، ولم تكن عودتها لسلطة الطيران المدني بأفضل من سابقتها. المطار حاليا مثقل بالديون وعاجز عن تسديد رواتب الموظفين. كل مفاصل الدولة هي سيطرت عليها الأحزاب، مو بس المطار، فكيف مشروع استراتيجي مهم يدور ملايين الدولارات وعلاقات وأمور كثيرة جدا. المطار مو معناته بس مسافر ويأتي وطائرة وش قد عددها وش قد الأرباح مالتها. المطار مشروع مهم وخطر جدا. كثير المناشدات، ولكن الحكومة المركزية والأحزاب غطت حتى بالضغط على القضاء لتجميد وركن كل الملفات. بهدوء تسللت شركات تابعة لأحزاب السلطة لاستثمار مفاصل مهمة في هذا المطار. هذه المرة لا تقاسم للواردات المالية بين الأحزاب الحاكمة، كل يريد أن ينفرد بالاستحواذ عليه دون مشاركة رفقاء الدرب بالفساد وسرقة المال العام. مسلسل جديد لاستثمار المطار بدأ بين أروقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء. هنالك 1800 موظف يعملون في هذه المؤسسة، مجهولين الحقوق، مجهولين المصير، مجهولين المستقبل لهم ولعوائلهم وضمان حقوقهم. هذا واحد. ثانيا، نطالب بأن يكون المطار يعني جهة حكومية أو تتبناها جهة حكومية أو تتبناها جهة رسمية صاحبة قرار، لأنه منذ 10 سنوات ونحن نطالب بإيجاد صفة قانونية للمطار. كموظفين احنا نرفض الاستثمار، احنا موظفين، مو موظفين، احنا عاملين حوالي 10 سنوات. كل الموجودين بالمطار 10 سنوات بداخل المطار، وإلى الآن هم لم يثبتوا على الملاك الدائم. يعني بالبداية لازم تحدد الصفة القانونية للمطار، هل هو تابع سلطة الطيران المدني، تابع للمحافظة، تابع للأمانة العامة، تابع لوزارة النقل. 1800 موظف داخل المطار رفضوا عودته للأحزاب تحت ذريعة الاستثمار، وما يطرح من تطويره من قبل شركات عالمية ضرب من الخيال، كون المطار لم ينهي أزمته القانونية والمالية مع شركة العقيق الكويتية والتي تطالب $120 مليون كشرط لإنهاء الملف في المحاكم الدولية. أحمد الحسين، قناة الرشيد، النجف الأشرف.